اهلا بكم، راح نبدي وياكم ان شاء الله اولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم. كل اللي فات انتم متعودين تشوفوه بكل حلقه من حلقات صباح كربلاء، لكن الان راح نبدي وياكم باهم الفقرات اللي نود انه تستمعون الها ويا رب تستفيدون منها. بما انه احنا مقبلين على فصل الشتاء، ضروري نحتاج بعض الاعشاب المهمه انه نوفرها بالبيت، يعني قبل ما نلجأ إلى الأدوية وتناول هذه المواد الكيميائية، خلينا ننطي مجال لجسمنا يعيد نشاطه ويتقوى من خلال الأعشاب، باعتبارها أنه مو ضارة للجسم، بالعكس تنطيه طاقة وتنطيه مجال أنه هو يقاوم البكتيريا أو الفيروس اللي يدخله. إذا تذكرون أهلنا قبل كانوا يستخدمون الورد الماوي والنبات في البداية، أول ما يعني تبدي عندهم علامات الإصابة بنزلات البرد، أو لما ياخذون حمام في فصل الشتاء، يعني لما تكون درجات يعني الحرارة منخفضة أكثر. بس هسه شوفي ليلى، يعني رغم تطور العلم والتكنولوجيا، يعني دا أحس يرجعون السوالف قبل. يعني شوفي هسه من هالقد الفوائد مالت الأعشاب، هسه ذكرتي الورد الماوي. أي يعني بالشتاء احنا دائما الورد الماوي، البابونق، هاي الاشياء موجوده بكل بيت، ماكو بيت يخلى من هاي الاشياء. بلي، نشوفها حتى بدرجات الحراره المنخفضه هسه اللي عندنا، المغتربين اللي دا يطلعون يعني خارج بلداننا، تشوفون انه عندهم في الطرق خاصه مقاومه نزلات البرد، رغم انه درجات الحراره مالتهم كلش منخفضه، اللي توصل 35 او 20 تحت الصفر. هنا شو يسوون؟ مجرد ما يرجعون للبيت، الشاي مالتهم هذا الشاي الاسود يخلون به قرص ليمون، مباشرة هذا راح يساعد الجسم بانه يتخلص من البرد. او عندهم خلطة خاصة، هسه خلينا ندخل موضوع الزنجبيل، راح نحكي شوية على اول عشبة اختاريناها لكم هي الزنجبيل. الزنجبيل من طبيعته انه يساعد بانه يشعر الشخص بالدفء لما يتناوله. من الفوائد إلى أنه هو يخفف التهاب الحلق ويساعد في التخلص أو في تخلص الجسم من نزلات البرد والسعال المتكرر، كذلك عنده خاصية في دعم الدورة الدموية. أيضا ينصح باستخدام الزنجبيل الطازج وغلية في الماء وشربه قبل الإفطار والعشاء بنصف ساعة، وإذا لم يتوفر الزنجبيل الطازج يمكن استخدام البودرة عوضا عنه، يعني الزنجبيل المطحون. فد وصفة يعني جربتها شخصيا وكلش تفيد بنزلات البرد وأيضا تعطي طاقة للجسم، هي أنه قطع الزنجبيل الطازج تخلوها في قدر صغير أو أي شيء، يعني أتكم يكون إناء صغير على النار وتخلون وياه مي، وأيضا يعني مثل ما نقول إحنا قطعة ليمون، مجرد ما يغلي يطفى عنا النار، وأيضا ينضاف له فد ملعقة عسل ويتناول يعني بشكل الشاي العادي، يعني نقدر نسميه احنا شاي الزنجبيل، لكن اهم شيء يكون موجود به الليمون والعسل. هنا ايضا هاي تعتبر وصفه علاجيه في مقاومه نزلات البرد والتهاب الحلق، فخلي يكون عندنا شعارنا لهذا الفصل من الشتاء ان شاء الله اذا رب العالمين انطانا عمر، انه شعارنا نبلش بالاعشاب قبل ما نبلش بالمواد الكيميائيه. واسراء ايضا عندها معلومات اخرى عن العشبه اللي عندي هي القرفه والدارسين، يعني طيبة. المعروف عليها هي الدارسين. الدارسين طبعا من الاعشاب المميزه بعطرها ونكهتها الرائعه. القرفه تستخدم في علاج كثير من امراض الشتاء مثل السعال وامراض الصدر المختلفه، كما انها تحتوي على مواد طارده للبلغم، وكذلك تساعد القرفة في الشعور بالدفء ورفع الحالة المعنوية خلال موسم الشتاء الذي يصيب كثير من الأشخاص بتقلبات مزاجية. ويمكن استخدام بودرة القرفة أو الأعواد الخشبية وإضافتها إلى الماء المغلي وتركها قليلا على النار ثم شربها بمفردها أو مع الحليب. إذن استخدامات متعددة للقرفة أو الدارسين مثل ما قلنا، وهو أكيد متوفر بكل بيت، أما على شكل أعواد أو على شكل بودرة، مجرد وضعها في ماء مغلي أو مع الحليب، يعني هم شاي القرفة لا،
المعلومة أيضا مو فقط تجنبنا أمراض الشتاء والهاي، تطفى الطاقة معنوية بالشتاء نظرا لتقلب الحالة المزاجية. تدرين أيه. إذا الإنسان ينشل صح أو صح. ينصاب بأمراض أي مرض يعني القحة أو هاي مجرد تقفيل الأبواب والشبابيك هي وحدها تنطيف عافية. فهنا القرفة تساعد على تعديل المزاج. طيب العشبة الأخرى اللي دائما إنه يحبوها بلاد الشام وأيضا اللي تعودوا على شربها أو اللي جربوا طعمها برا، المرمية أو المرمية المرمية حسب ما تسموها. المهم هي هاي، تعرفوها هي هاي نفس العشبة الخضراء، راح تطلع صورتها قبالكم. هذه العشبة هي تعتبر مضاد حيوي طبيعي للجسم، يقضي على الفيروسات والبكتيريا، وأيضا تفيد الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، تعالج أيضا العديد من أمراض المعدة، أيضا تساهم في تخفيف الزكام والتهاب الحلق وتطهير الفم. أما طريقة تحضيرها، يتم غلي العشبة مباشرة على الماء وشربها مرة واحدة يوميا. يعني هسه كل الأعشاب اللي ذكرنا لكم إياها، يعني خلي تكون فد ملاحظة ثابتة إنه كل الأعشاب بها فائدة إذا تناولناها بشكل العلاج، أما إذا كثرنا من أيدها راح تسبب لنا مشاكل. أكيد هي خير الأمور أوسطها. طيب العشبة الأخيرة اللي اختارتها ليلى بحلقة هذا اليوم هو البابونج. طبعا البابونج احنا مثل ما نعرفه متوفر بكل بيت، يستخدم ايضا بعض يستخدموه كماسكات ايضا للجمال، وبعض يستخدموه كوقايه من بعض الامراض. يساعد البابونج في تهدئه الام المعده والمغص، ويحول دون الاصابه بمنعزلات البرد، حيث يوفر حمايه طبيعيه من العدوى والبكتيريا. يتم غلي البابونج وتركه مغطى لمدة 5 دقائق ثم شربه دافئا. نعم. طبعا هذه فد معلومة مهمة مشاهدينا الكرام. الأعشاب بعض الأعشاب بها زيوت طيارة، فإحنا دائما نغلي مي ونضع العشبة ونحاول نغطيها حتى نستفاد من هذه الزيوت، يعني لا تطير، نستفاد منها بأقصى درجة ممكن. بلي. إذن هذه الأعشاب اللي حبينا نلفت نظركم إلها. تبقى معلومة أخيرة إنه طبيعة بعض الأعشاب قد تكون حارة أو باردة، وهنا راح ممكن إنه تتعاكس مع طبيعة الشخص، إنه ممكن شخص ما يتناسب وياه شرب الزنجبيل يسبب له صداع أو غيرها من هذه الأمور، فممكن إنه يستبدل العشبة الأخرى اللي ما راح تسبب له مشاكل صحية. ومثل ما قلنا إنه الأعشاب مهمة جدا، وبعض الناس أصلا ما يحبون يتناولون المركبات الكيميائية اللي هي الأدوية، فيلجؤون إلى الأعشاب. لذلك وين ما كانوا يكون عندهم الاهتمام كبير بالأسواق الخاصة بالعطارة والأعشاب.